السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الله الحسن اي كي اي بيكلز وحياكم بحلقة جديدة من الاي جي ويكلي. أول شيء حاب أعتذر عن الأسبوع اللي طاف ما سجلت حلقة اي جي ويكلي لأن كنا شغالين بالستريم، اللايف ستريم مال معرض اي 3، ناقشنا فيها عن سوني ومايكروسوفت ونينتندو والشركات الثانية. اللي شافنا يعطيكم العافية، واللي ما شافنا تقدرون تشوفون الفيديوهات هذه خلال الروابط هذه. وبما أن احنا سجلنا الأخبار ملوت اي 3 فما داعي أقولهم مرة ثانية، فخلنا نبلش الحين بالأخبار اللي بعد اي 3. كابكوم أعلنت وقالت، صراحة بقولها بالإنجليزي لأن ما نعرف شلون أقولها بالعربي، قالت أنه it's open for inquisition. هدي ما له داعي الاوفر رياكشن اللي قاعد تسويه لانه مو اعلان فلاس، معناته انه بطلت اسهمها حق الشركات الثانيه اللي تشتريها. اذا شركه جت وشرت نسبه معينه من الاسهم، الشركه هذه راح تمتلك كابكوم. بس شغل كابكوم لحنا شغال، العابها لحنا ماشيه، وموظفينها لحن موجودين، فاطمنوا للحين العاب كابكوم موجوده، وان شاء الله راح نشوف اكثر من كابكوم. يمكن تراك يمكن تيجي شركه تضبط كابكوم تخليها تسمع كلام الفانز بدال لا كل طاقتهم بالطوفة يعني. والحين ننتقل إلى شركة ثانية، وهالشركة هذه أعلنت إفلاسها السنة طافت، واللي هي شركة أتاري. بعد إعلان إفلاسها المحكمة عطتها مهلة 3 سنين علشان تضبط أمورها، تسنع سياستها ومن هالأشياء. وصج أتاري غيرت سياستها وراحت على الموبايل جيمينج والأونلاين جيمز البسيطة، وراحت لأن عندها خبرة على الهاردوير، راحت على الويرابل ديفايسز يعني مثل ساعات السمارت واتشز من هذه الأشياء، وقالت أنها شغالة على ريتشارجبل جاكيت، يعني جاكيت يشحن التليفونات، والجاكيت يشحن من الخلايا الشمسية اللي فيها، فأنت بس قاعد تمشي بالشمس الجاكيت يشحن والجاكيت يشحن تليفونك، فقاعد أشوفها شغلة وايد حلوة. بس عندنا مشكلة هني في الكويت وهم بالخليج، أغلب السنة الصيف والشمس، فمتى بنلبس الجاكيت؟ أنا أقول له يحطوا لنا تي شيرت أحسن، شورت زين. أكيد تدرون أن جي تي اي 5 راح تنزل على البلاي ستيشن 4، فروك ستار نزلت فيديو تقارن لك بين جي تي اي 5 اللي على سوني 3 وجي تي اي 5 اللي على سوني 4. شخصيا اشوف الفيديو نفس الشيء تقريبا، الشغله الوحيده اللي غير انهم زادوا الشير وحذفوا كم سخره مني من هناك، واضاءه بس نوع الاضاءه هاللي قاعد اشوفه يعني. فما ادري انتم ايش رايكم، اذا قاعد تشوفون التغيير وايد قوي اقنعوني، كتبوا الكومنتات تحت، ترى انا انسان سهل انك تقنعني. ف خلينا نشوف. هيديو كوجيما تعرفونه؟ اي ما اتوقع ما حد ما يعرفه، صاحب سلسله متل جير. يا كوجيما يا حبيبي، اوكي ندري لعبتك حلوه، خلصنا ما نبي نشوف تريلرات، ما نبي نشوف جيم بلايز، ما نبي نشوف سكرين شوتس، ما نبيك تحكي عن العاب ثانيه نفس جي تي اي 5 لان بتنزل على سوني 4. فقام يقول اوه اللعبه وايد قويه والاستوديو او ماي جاد، خلصنا نزل لعبتك، مو صبرتنا بديمو نزله وقاص علينا فيه، تكفى هيديو يعني نزل اللعبه، ذبحتنا لا قاعد تسولف وايد وتسوي لك خرابيط هذي، نزل لعبه خلاص. لعبه فار كراي 4 نزل لها جيم بلاي مدته تقريبا 10 دقائق يراويك شلون تلعب اللعبه، ان تقدر تدش على البيس من اكثر من طريقه، تبي تدش ستيلث، تبي تاخذ لك فيل وتدش عليهم، تبي تطير من فوق، كيفك. فانا قاعد اشوف ان اللعبه وايد قويه كنكست جن، كجرافيك، كموشن، كلعب شيء وايد حلو. بس شركة يوبيسوفت هذا شخصيا ما لي شغل بحد ثاني، انا اشوف ان تنزل تريلر قوي جدا، بعد اقول سنه تنزل تريلر ثاني
تنقص من الجرافيك، تنقص من الاشياء هذه علشان الجهاز يتحمل. فتريلراتهم الاولى تخرع، ولو ان اللعب وايد قوي، بس انا اخاف انه يسوون داون جريد نفس ما سووا بواتش دوجز و ذا ديفيجن. والحين ننتقل الى فقره اسك اي جي. يسال اخونا عبد العزيز المطر اذا في جزء جراند توريزمو راح ينزل على البلاي ستيشن 4. التيم اكيد بينزل شيء على سوني 4، بس للحين في حكي ان هل راح ينزلون جزء جديد او نفس الجزء بس مطور. اغلب الظن ان راح ينزلون جي تي 6 اللي هو نفس الجزء بس مطور، يعني التيميت اديشن، جرافيكس احسن، انجن احسن، يعني من هالاشياء هذه. فاسفين على التاخير ويعطيك العافيه على السؤال. وصلنا الحين الى نهايه حلقه اي جي ويكلي. يعطيكم العافيه على المشاهده، وان شاء الله تكون خفيفه وعجبتكم. اذا عندكم اي اراء، اي استفسارات، اي كومنتات، تدرون وين تحطونهم طبعا، بالقسم الكومنتات تحت. ولا تنسون بعد اللايك وسبسكرايب هذه الكومنت. ويعطيكم العافيه، نشوفكم بالحلقه الجايه.